وليد غال علينا، هذا وليد غال علينا. ويا وليد ويا بطل، يا وليد ويا بطل. ويا وليد ويا بطل، يا وليد ويا بطل. وسمودك عز المعتقل. المناضل والقائد وليد دقة يعاني من مشكلتين صحيتين خطيرتين، الأولى سرطان العظم ويعاني من ذلك منذ عدة سنوات، استفحل المرض لديه بسبب سياسة الإهمال الطبي، ثم التطور الخطير الذي طرأ مؤخرا، التلوث الذي أصاب كلتا رئتيه، وقد حاول الأطباء علاجه من خلال العقاقير والمضادات، ولكن وجدوا أن رئته اليمنى تضررت كثيرا، الأمر الذي استدعى استئصال حوالي ثلثي رئته اليمنى، بينما ما زال التلوث في رئته اليسرى. صحيح أن حالته استقرت، ولكن استقرت على خطورة، يعني تمكن الأطباء من وقف التدهور، وذلك طبعا بفضل الله، ولكن أيضا وجوده في مستشفى فيه مختلف التخصصات ساعد ذلك في السيطرة على المرض. إعادته للسجن حسب ما يصدر عن الأطباء قد يتعرض لجرثومة أو فيروس، وبسبب ضعف جهاز المناعة لديه قد تكون مترتبة ذلك خطير. نحن نعمل جاهدين من أجل إطلاق سراحه، نترك كل الأبواب بما فيها بوابة الجهات القضائية الإسرائيلية، إذ أن هناك يعني منفذ في القانون الإسرائيلي يتيح إطلاق سراحه للعلاج على أن يعود، يعني طالما أنهم لا يريدون التسامح والعفو عنه في فترة الحكم الجديدة التي يقضيها وهي سنتين، أن يخرج للعلاج وبعد أن يتماثل للشفاء يعود لقضاء المدة. ما يهمنا هنا هو إنقاذ حياته، وأرجو أن نوفق في ذلك. أتت هذه الوقفة بمبادرة من طلبة جامعة الشهداء جامعة بير زيت التي نعتز ونفتخر دوما، وهدفها الوقفة مع الأسير الرفيق المناضل الفذ وليد دقة حتى ننقذ حياته، حتى لا يحصل معه كما حصل مع الشيخ خضر عدنان وعمر القاسم وراسم حلاوة حينما اغتالهم الاحتلال. فلا بد من الشعب الفلسطيني أن يساند الأسرى ويطلق سراح الرفيق وليد دقة الذي قضى أكثر من 35 عام في سجون الاحتلال. فهذه وقفة عز وكرامة مع المناضلين وتحديدا مع وليد دقة، فلا يجب أن يترك وحيدا، ويجب أن ننتصر لقضية الأسرى لأنهم ناضلوا من أجل كرامتنا وعزتنا، وهذا دورنا الآن أن نساندهم حتى يطلقوا سراح الرفيق وليد دقة وننقذ حياته. الأسرى بدهم تضحية.